صلاح، تبدو بهذه التحركات الميدانية ماضية للاستمرار بالرغم من هذه الهدن الإنسانية التي أعلنت عنها موسكو بالأمس وتعلنها اليوم لتدخل بعد أقل من ساعة حيز التنفيذ في كييف وأربع مناطق أخرى، وتتواصل عملية ومحاولة إخراج وإجلاء المدنيين منها. بالتالي بهذه التحركات العسكرية بترفع من الخشية لأن تكون هذه الهدن استراحة بين فصلين من هذه العملية العسكرية، وما أن تنتهي حتى تعود عمليات التصعيد والضربات من جديد. وهذا ما كانت حذرت منه السلطات الأوكرانية قبل أيام، وعبرت عن خشيتها كذلك من أن هذه المساعي لإخراج المدنيين من مدن تشكل ربما مدخلا لتسريع وتيرة العملية العسكرية وتجديد وتيرة القصف والتقدم والمضي لبسط السيطرة عليها. بالتالي التحركات تعود عند هذا الرتل الذي كان تقدم منذ أيام، وظلت الأقمار الاصطناعية الغربية تفتح أعينها عليه وظلت ترصد تحركاته. توقف لبضعة أيام، تشير بعض المعطيات الآن إلى إمكانية تحركه، وهو الذي يأتي بعد أيام من توتر وتصعيد في منطقة الشمال والشمال الغربي للعاصمة من كييف. نتحدث عن إيربن، عن بوتشا، وعن غوستوميل كذلك. بالتالي على ما يبدو تعود التحركات العسكرية من جديد، وننتظر كيف يمكن لهذه الهدنة الإنسانية أن تنتهي، وما إذا كانت ستفلح بإخراج أعداد كبيرة من المدنيين في ضوء عقبات تحيط بها وفي ضوء خروقات تشوبها، وهو ما جرى بالأمس، وإن أفلحت في بعض المناطق بإخراج بضعة آلاف لا سيما في منطقة سومي.